السلام عليكم مشاهدينا الأحبة الكرام في كل مكان، وأنتم تشاهدونا في مسابقة معارف التراث. قضينا وياكم أيام حلوة وممتعة وأسئلة كثيرة ومعلومات مهمة حاولنا نقدمها ونوصلها لحضراتكم ونتعرف عليها إحنا من خلال هذه الجولات المختلفة. اليوم وصلنا وياكم للحلقة الأخيرة في هذا الموسم لمسابقة معارف التراث، هذه المسابقة التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، والتي يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية للوصول إلى المعلومات الصحيحة والتعرف على التراث الإسلامي الكبير والمهم، وأيضا الحصول على الجوائز الكبيرة التي تقدم في هذه المسابقة. في الحلقة الماضية تعرفنا على الفائز الثالث في هذه المسابقة. اليوم في هذه الحلقة الختامية نتعرف وإياكم من هو سيحمل لقب هذه البطولة بالمركز الأول ومن سيكون بالمركز الثاني. يتبارى يتنافس على اللقب اليوم كل من جامعة الكوفة وأيضا كلية الإمام الكاظم الجامعة. نرحب بشبابنا الأبطال من كلا الجامعتين ونتمنى لهم يا رب التوفيق مثل ما تتمنون أنتم بداخلكم التوفيق إن شاء الله لكل الشباب، وأكيد كل ما قدرنا نكون واثقين متأكدين من إجاباتنا كل ما اقتربنا من الحصول على اللقب بالمركز الأول. 5 ملايين حلوة وال3 ملايين حلوة، وخلنا نشوف من راح يحصل اللقب الأول في هذه المسابقة. والقيمة المعنوية بحد ذاتها تكفي بمشاركة الجامعات العراقية المختلفة ووصولنا اليوم لهذه المرحلة. يلا يا مشاهدينا نبلش وياكم بالجولة الأولى، ونبلش إن شاء الله مع جامعة الكوفة. يا سهل. شلونك يا علي؟ الحمد لله. معنوياتك يا حسين؟ الحمد لله. كل الامور تمام يا ليث؟ الحمد لله. الحمد لله. نبلش وياك يا علي. بدايه خير ان شاء الله. خير وانت وجهك خير وان شاء الله يا رب نتمنى لكم الخير. القواعد تعرفوها وقيمه النقاط تعرفوها، واليوم احنا خلونا يعني نتونس بهذه الحلقه ان شاء الله. صح القلب يعني يغلي، لكن خلونا نتونس ونطلع بمعلومات حلوه ان شاء الله. نبلش وياك يا ابو حسين. اللي بالقلب ما يخطر على البال، فهم مكانهم بالقلب. يعني أنا إذا أخفى عليك ما يخفى على رب العالمين. من خلال ذيك الجولات اللي مضت كلها يعني عندنا عزيمة وإصرار على يعني السباق على الخصم، يعني نحصل النتيجة الأعلى. ولكن في هذه المنافسة مع الإمام الكاظم عليه السلام كلية الإمام الكاظم يعني عندي مشاعر باردة وطمأنينة، لأن هم يتمنون لنا الفوز وإحنا بالمقابل. ونروح للسؤال الأول ويا جامعة الكوفة، وسؤالك يا علي يقول: بدأ النشاط الحوزوي في النجف الأشرف عام 448 للهجرة بعد نزوح الشيخ إليها. أي شيخ؟ الشيخ الطوسي، الشيخ مرتضى الأنصاري، الشيخ محمد رضا المظفر. أي من هؤلاء هو الإجابة الصحيحة يا علي؟ تذكر أنت في الحلقة الأخيرة، بالمنافسة الأخيرة، بالمباراة الحاسمة، أما أن تكون الأول وأما أن تكون الثاني. إن شاء الله الإجابة الأولى. الإجابة الأولى الشيخ الطوسي يا كنترول. نعتمد الإجابة الأولى كإجابة صحيحة يتوقعها علي في السؤال. فهل فعلا يا كنترول الإجابة الصح ولا خطأ؟ الشيخ الطوسي هل إجابة صح؟ يقول صح. عفي عليك يا علي. بداية حلوة موفقة ب10 نقاط نفتح بيها رصيدنا بهذه الجولة إن شاء الله. حلوين يا شباب. نروح الحسنين. شلونك يا حسنين؟ الحمد لله صادق. المعنويات عالية يا علي؟ تمام الحمد لله. كل الأمور تمام يا صادق؟ يا الحمد لله. برأيي يعني الشخصي ماكو فرق إن شاء الله بين الجامعتين. أهم شيء علاقتنا اللي صارت بيناتنا، يعني من أفضل الأشخاص اللي تعرفت عليهم هذه المسابقة. يلا سؤالك يا حسنين يقول: أول بئر نفطي حفر في منطقة اللحيس عام 1961 1995 أم عام 2005؟ 20 ثانية وياك يا حسنين. تأنى بالإجابة. صراحة المنطقة ما سامع بها. والله حلوة صراحتك. إذا بما أنه إحنا ما سامعين بالمنطقة وما نعرف السؤال، إن شاء الله مع الإجابة الثانية 1995 ميلادي. يلا نضرب ضربة حظ ونروح ل 1995 للميلاد يا كنترول. هل هذه الإجابة صحيحة؟ ونتعادل ويا الشباب ونبدي بهذا التوازن العالي والحلو بين الفريقين. يلا يا كنترول، 1995 صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. وننتقل وياكم مشاهدينا ونروح للسؤال الثاني ونروح إلى حسين. الأسئلة ما معقولة واحد يحفظ أسئلة التراث العراقي بالكامل، بس الحمد لله يعني كان أدائنا بالمستوى المطلوب، ولكن احنا إن شاء الله نطور من أنفسنا شيئا فشيئا، يعني الفوز حليفنا سواء قوينا أو مقوين، لأنه جامعة الكوفة تستحق من عندنا هواية. المسابقة جدا حلوة وجميلة، وهذا يعني المبادرة كلش احنا حبيناها وتعرفنا من خلالها على أصدقاء يشابهونا بالفكر، يشابهونا بالاهتمامات، فنتمنى من العتبة والقائمين على هذا البرنامج أنه يستمر مثل هكذا برامج، مثل هكذا أفكار، لأنها لها فائدة كبيرة على المستوى الطلابي والمستوى المجتمعي والمستوى الإعلامي. حسين سؤالك يقول: من الأهوار الخاصة بمحافظة ميسان هو الهور السودا أم هور الوسطى أم هور أبي دبس؟ 20 ثانية وياك. خلي نروح الميسان ونشوف أي هور من هذه الأهوار هو الخاص بهذه المحافظة. 20 ثانية وياك. يلا نحسب ما تبقى. 6 5 4 3 أول. الخيار الأول هور السوداء. الخيار الأول يا كنترول نعتمده كإجابة على السؤال، ونقول هور السوداء هو الإجابة التي تبناها حسين، ويتمنى تكون الإجابة الصح يا كنترول، والإجابة الصح بالفعل عفي عليك. والعشرة صارت 20، العشرة صارت 20 يا شباب، خلونا مركزين. نروح لعلي. حرق أعصاب، وأنا أصلاً عندي ضغط، فصعد ونزل ونزل وصعد لحد ما استقر بالنهاية. خليها مفاجأة. يلا يا كلية الإمام الكاظم، سؤالكم الثاني يقول: تتألف محافظة ميسان حالياً من 10 أقضية أم 6 أقضية أم 3 أقضية؟ كم قضاء في محافظة ميسان اليوم؟ 10 + 6 + 3 أقضية. إن شاء الله نروح مع الإجابة الأولى. 10. يعني مو كل قضاء بنقطة، يعني لا تطمح بهذا الطموح. إن شاء الله خير. يلا يا كنترول، يقول 10 أقضية وأطمح ب10 نقاط. يلا يا كنترول، أعطيه مراده وأعطيه 10 نقاط، وخلي نشوف الإجابة. هل تتألف محافظة ميسان اليوم من 10 نقاط؟ أنتم الميسانيين يقولون لا، اعترضوا عليك حتى جماعة ميسان، يقولون 6 من وراء الشاشة، يجابون 6. يلا ممكن نعوض يا شباب، ممكن نعوض، وعندنا الأسئلة كثيرة. ليث شلونك؟ الحمد لله. كل الأمور تمام عندك؟ إن شاء الله، الحمد لله والشكر، يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، وكذلك إصرارنا على الفوز ومطالعتنا طبعاً ما ارتاحنا أبد، أنا أقول لك تعبنا حيل، يعني ظلنا نطالع نبحث منها، والحمد لله والشكر جابت نتيجة، والدليل أنه هسه إحنا بالنهائي، والحمد لله والشكر. مسابقة بشكل عام يعني صراحة ما أتمنت تخلص، صراحة ما أتمنت تنتهي. كل ما تكون المهمة صعبة كل ما يصير استمتاع أكثر، أما إذا تسهل فيغطيها الملل. يلا نروح وياك للسؤال: سؤالك يقول ازدهرت الحوزة العلمية في كربلاء وخطت خطوات واسعة إلى الأمام في عهد وزعامة آية الله من الشيخ الأصفهاني أم الشيخ البروجردي أم الميرزا مهدي الشيرازي. متى خطت خطوات واسعة؟ يلا يا ليث 20 ثانية وياك، 20 ثانية بس تقدر تجاوبنا بيها وبقى منها 10 ثواني. احسم 5 4 3 2 1. إن شاء الله الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة الميرزا مهدي الشيرازي يا كنترول. الإجابة الثالثة هي الإجابة الصحيحة التي يتبناها ليث ويطمح بأن تكون لهم 30 نقطة بدل 20. يلا يا كنترول، الميرزا مهدي الشيرازي هل في عهده خطت الحوزة العلمية في كربلاء خطوات واسعة وازدهرت؟ نعم أم لا يا كنترول؟ الإجابة نعم، وال20 صارت 30. مبروك مبروك يا شباب، مبروك يا شباب. صادق شلونك يا صادق؟ الحمد لله رب العالمين. من كان مع الله كان الله معه، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ما يكون لله فيه رضا ولنا فيه صلاح، سواء المركز الأول أو الثاني. الله شنو يشوف اللي برضا وإلنا صلاح خليه يسوي. المسابقة جميلة واقعا، جدا جميلة، والأسئلة أيضا كذلك، النتيجة تصير أجمل وأجمل واقعا. أقصد بترتيب سعر السؤال، أبو ال10 فعلا وزنه 10، يعني مو وزنه مال 50، ومال 50 وزنه 50 صعب وثقيل وهكذا. فيعني عادي فازوا علينا ولا إحنا فزنا عليهم، ماكو إشكال إن شاء الله. يلا نحتاج منك إجابة دقيقة وصادقة إن شاء الله. والسؤال لك يقول: صدرت أول جريدة في كربلاء في عهد الاحتلال البريطاني سنة 1916 وسميت أنذاك بالأسبوع أم الاتفاق أم الغروب؟ شنو اسم هذه الجريدة؟ أول جريدة 1916 صدرت بكربلاء، شنو اسمها؟ الغروب، الاتفاق، الأسبوع؟ يلا انطينا معلومتك وانطينا إجابتك، يعني أكون نعطيك 10 مع الإجابة الثالثة الغروب. الغروب نعم، ما متأكد بس نقول إن شاء الله. ما متأكد وخلص وقتك ويقول إن شاء الله الغروب يا كنترول. الغروب. هل إجابة صحيحة يكسر بها قاعدة الخسارات التي حصلت مع زملائه أم لا؟ سيحصل على 10 نقاط ويكسر القاعدة التي بدأوا بها. الاتفاق هي الإجابة الصحيحة يا صادق، للأسف ليست الغروب، الاتفاق. لكن معانا وقت كبير وأسئلة صح قابلة للتعويض ولتغيير النتائج. سؤالكم الجماعي جامعة الكوفة يقول: كانت محافظة واسط تسمى قديما بواسط النخيل، بواسط القصب، بواسط السلام. يلا جاوبونا ولكم منا سلام وتحية، لأنكم راح تجاوبون على 4 أسئلة فيما إذا كان صح. يلا نرجع 6 5 4 3 2. واسط النخيل. واسط النخيل. وكادت أن تختلف الإجابة ما بين القصب والنخيل، ولكن ثبتوا على النخيل. واسط النخيل يا كنترول. هل سنجني ثمار النخيل ب10 نقاط إضافية يا كنترول أم لا؟ كنترول يقول لا، كان عليكم أن تذهبوا إلى القصب. هذا كان رأيي الأول. هذا كان رأيك الأول، ما علينا. خلونا نتفق يا شباب، خلونا نحرص على الإجابة يا شباب. الخسارة تكلفنا هواي، وإحنا بالنهائي بالحلقة الأخيرة لو أول لو ثاني وحرمات، إحنا واصلين لهذا المستوى، قريبين من اللقب، كلش قريبين. خلونا مركزين، خلونا مركزين، إحنا واصلين ننافس على اللقب يعني. بس هاي الخطوة باقيت لنا، خلنا نعبرها بسلامة. سؤالكم يا شباب: عاصرت السيدة حكيمة عدداً من المعصومين، كان عددهم 3، 5، 4؟ 4 إن شاء الله. عندكم وقت يا صادق، 4 ممكن تناقش فريقك. الجواد عليه السلام، الثواني، الجواد، عسكري، الجانس. 5، 4، 3، 2، 4. 4، 1، 4 إن شاء الله. 4 معصومين يا كنترول. هذه هي إجابة المجموعة التي أدلى بها جواد دلوة، ويقول 4 معصومين عاصرت السيدة حكيمة، والإجابة حكيمة وصحيحة ودقيقة. مبروك عليكم 10 نقاط تفتتحون بها الجولة، والروح للجولة الثانية وإحنا عندنا نقاط حلوين. 10 قابلها 30 والفارق قليل. صح لو خطأ؟ حلو. يلا يا شبابنا الحلوين، يلا يا مشاهدينا الأعزاء، خلونا نروح إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل وياكم حلقتنا اليوم حتى نعرف منو راح يكون بالمركز الأول، وحتى نعرف معلومات حلوة وجديدة تنضاف الرصيد معلوماتنا وخزيننا المعرفي. فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين وياكم. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام، ونكمل وياكم حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. وصلنا وياكم للجولة الثانية وإحنا وياكم بهذه الحلقة الأخيرة والمباراة الحاسمة، لمن سيكون اللقب؟ من هو سيكون الفائز الأول بهذه المسابقة، ومن سيكون الفائز الثاني؟ خلونا نبلش، ومستعجلين ونحتاج نعرف الإجابة. 30 لجامعة الكوفة و10 لجامعة أو كلية الإمام الكاظم الجامعة. ونبلش ويا حسنين ونروح للجولة الثانية. سؤالك الأول يا حسنين اللي قيمته 30 يقول: من القائل سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. من هو؟ السيد مصطفى جمال الدين أم صفي الدين الحلي أم معروف الرصافي؟ يلا يا حسين، يلا يا حسنين، ركز وانطيني الإجابة. العداد إن شاء الله مع الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة، كنترول نروح وياك للإجابة الثالثة. وحسنين يقول: معروف الرصافي هو الذي قال هذا البيت الشعري. يلا يا كنترول، هل فعلا معروف الرصافي هو من قال هذا البيت أم لا؟ ننتظر منك الإجابة. والإجابة هي خاطئة للأسف يا حسنين، صفي الدين الحلي هو صاحب هذا البيت المشهور والمعروف. ما علينا، ممكن نعوض، خلوا الأمل كبير. يا علي نروح وياك ونبلش بالسؤال الأول، وسؤالك يقول: من القائل بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، هم الكلمات والأسماء لاحت، لآدم حين عز له المتاب، الناشئ الصغير أم البحتري أم محمد بن إدريس الشافعي؟ من هؤلاء هو الذي نشد أو أنشد هاتين البيتين؟ يلا. إن شاء الله الجواب الأول. أوه يلا، الجواب الأول الناشئ الصغير. ما لحقنا نحسب وياك المتبقي من الوقت. كنترول نروح إلى الناشئ الصغير. إلى الاختيار الأول ما يحتاج وليث بقي ما أترأسه يقول إيه عفي عليك يا علي والإجابة صحيحة عفي عليك وال30 صارت 60 وهيك صرنا حلوين إجاباتنا حلوة وعلي أريدك تصير أحلى الحلا يعني درجات زيادة مو سكر زيادة درجات زيادة يلا نروح إلى سؤالك يا علي مدرسة الخطيب الدينية في كربلاء من المدارس المهمة وقد أسسها الشيخ عبد الزهر الكعبي أم السيد محمد الحسين الشيرازي أم الشيخ محمد الخطيب من مؤسس هذه المدرسة؟ ركز وانطيني الإجابة يا علي وانطيني وياك 30 نقطة إن شاء الله الاختيار الثاني الاختيار الثاني السيد محمد الحسيني الشيرازي السيد محمد الحسين الشيرازي يا كنترول هل هو الذي أسس مدرسة الخطيب الدينية كما يقول علي طبعا ويزعم هل السيد محمد الحسين الشيرازي هو من أسس مدرسة الخطيب الدينية في كربلاء يلا يا كنترول ننتظر منك الإجابة والإجابة الصحيحة الشيخ محمد الخطيب هو مؤسس هذه المدرسة والله حيرة حيرتنا يا كنترول نقول لك مرات نربط الإجابة نجيب لك الخطيب نخليه ويا السؤال تقول لا مرات نقول لا يلا خلينا نبتعد نجيب اختيار ثاني ونحاول نجاوب بطريقة مختلفة تقول إيه حيرتنا وحرنا وياك يا كنترول لكن هذه هي المسابقة هذه هي المعلومة تكلفنا يا شباب نحتاج نكون متأكدين نحتاج نكون مركزين حتى نقدر نجاوب حسين شلونك؟ الحمد لله بخير وبركة دمت بخير سؤالك يا حسين يقول مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من المدارس الدينية في النجف الأشرف وقد أسسها من الحاج محمد صالح الجوهرجي لو الحاج مهدي ميرزا لو الحاج عبد أبو طبرة من مؤسس هذه المدرسة يا حسين وأنت نجفي لو كوفاوي نجفي إن شاء الله نجفي الله يحييك يلا شوف لنا الإجابة وقول لنا منو وضيف رصيدكم 30 شوف ايش قد لكم مغريات نروح للخيار الأول نروح إلى الجوهرجي الحاج محمد صالح الجوهرجي هو مؤسس هذه المدرسة أي مدرسة؟ مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف كنترول تتفق ويا حسين اللي جاينا من النجف ومشرفنا ويقول عندي معلومة ومعلومتي تقول الحاج محمد صالح الجوهرجي هل ستتفق وياه؟ لو تقول له راجع معلوماتك زين يا حسين ايش راح تقول يا كنترول؟ ننتظر منك جواب يلا نروح اها بدينا ويا الكنترول واحنا يعني اللحظات الصعبة كنترول اعطينا الإجابة الأولى هل هي صحيحة؟ أم خاطئة الحاج محمد صالح الجوهرجي أنت قلت لنا هيك يعني لا نحتاج نراجع معلوماتنا يا حسين للأسف الإجابة خاطئة الخطأ هنا ينطي فرصة هنا والخطأ هنا ينطي فرصة هنا وأني واقف هنا والله يعيني ويعينكم يا مشاهدينا خلينا نشوف شلون راح تخلص ويانا هذه الحلقة ومنو راح يجيب النتائج الحلوة ومنو راح يحصل المركز الأول ومنو راح يتوفق ويحصل المركز الثاني من حسين ننتقل إلى علي لو إلى صادق إلى صادق علي يقول ابعد عني المهمة خلاص أنا جاوبتك هالمرة رجع لي بعدين يلا صادق سؤالك هالمرة يقول ازدهرت حركة التدوين في العصر العباسي ونشط التأليف بشكل متحضر ومنهجي وبالتالي انتشرت المكتبات واتسعت ودخلت بعضها في نوادر حكايات التاريخ ومنها المكتبة الكبرى أم المكتبة المستعصمية أم مكتبة دار الحكمة؟ أي هذه المكتبات دخلت في نوادر حكايات التاريخ يا صادق؟ يلا يا صادق ادخل للتاريخ من أوسع أبوابه وسجل 10 نقاط، لا والله مو 10، 30، يعني 10 في 3 وخليها 40. مكتبة دار الحكمة إن شاء الله. مكتبة دار الحكمة يا كنترول، اقطع التوقيت خلص. مكتبة دار الحكمة يقول الروح عليها، ونتمنى أن تكون هذه المكتبة باب خير ورزق علينا ب30 نقطة ونعدل الفارق يا كنترول. يلا راح يدخل صادق بهذه الإجابة، أما يدخل في نوادر الإجابات الصحيحة أو لا يا كنترول. هل مكتبة دار الحكمة هي الإجابة الصح أو لا يا كنترول؟ التي شيدها الرشيد يعني العصر العباسي إن شاء الله. يلا يا صادق أباع بعيونك إن شاء الله، وأنتظر منك الجواب إن شاء الله. هي سهل علينا المهمة الكنترول، وقال وحدة خطأ. إن شاء الله هي التي شيدها الرشيد. التي شيدها الرشيد أو اللا رشيد. أو اللا رشيد. يلا الرشيد أو اللا رشيد، والإجابة صح. عفي عليك يا صادق، صدقت في هذه الإجابة وأجدت. صرنا 40 وتقابلنا 60 وقل الفارق. نروح الليث، وليث المهمة صعبة، خليك مركز. سؤالك يقول: متحف أثري وتاريخي قديم يعرض مجموعات وقطعا أثرية لحضارات بلاد الرافدين وكذلك الآثار الإسلامية في العراق وآثار العصور الحجرية، ويعد من أقدم وأكبر المتاحف في العراق، هل هو متحف بغداد أم هو المتحف الموصلي أم المتحف الوطني للفن؟ أي هذه المتاحف؟ 20 ثانية، خلصا منهن 10. طبينا بالوقت الضايع. إن شاء الله المتحف 5 4 المتحف الموصل إن شاء الله. 3 أوكي. الإجابة الثانية كنترول، المتحف الموصلي. المتحف الموصلي، هل هو إجابة صحيحة أم خاطئة على سؤال ليث؟ ليث نزل راسه ما يريد يباع الإجابة، يريد يشوف فرحة زملائه، ويقول الترقب صعب، يقول صعب علي أنتظر وأباوع على الشاشة لأن الحمار يدمر عيوني والخضار يبهجني، وأنا بهذه اللحظات أتوتر يا كنترول. وإحنا سبق ونتفقنا أوف، الإجابة خاطئة للأسف يا ليث. الإجابة هي ليست صحيحة، متحف بغداد هو الإجابة الصح. ما علينا، العوض قادم وممكن لكلا الطرفين. يلا يا شباب سؤالكم الجماعي. كنترول انطونا سؤال الشباب. تغلب على الأغصان الزغرفية النباتية بفعل اشتقاقها من الطبيعة التفافات أو التفافات بطابع مقارب للواقع في تنظيمها، هي التموج لو التكسر لو الاستقامة؟ تموج. النقطة الأولى نختار إن شاء الله. اتأكدوا عندكم 10 ثواني. هي تموج. التموج. يلا خلاص كنترول، نعتمد الإجابة الأولى ونقول التموج مثل ما راحوا الشباب لهذه الإجابة واختاروها، والإجابة هي صحيحة. عفي عليكم يا شباب، طلعنا وتقدمنا وصارت 40 70 وإحنا يا شباب 60. هل راح نكسر الرقم ونجيب رقم أكبر؟ لو لا. السؤال الأخير في هذه الجولة يقول: من هو الخطاط الأقدم تاريخياً؟ هل هو ابن البواب أم ابن مقلة أم ياقوت المستعصمي؟ تأكدوا من الإجابة. الأقدم تاريخيا يا شباب. ابن بواب استبعده. زين ان شاء الله نجاوب ابن مقلة. ابن مقلة. الخطاط الأقدم تاريخيا يا كنترول. يا مشاهدينا الكرام، لمن لديه معلومة أيضا نسألكم، هل ابن مقلة هو الخطاط الأقدم تاريخيا؟ الشباب هنا من جامعة الكوفة اجتمعوا وتناقشوا وقالوا ابن مقلة هو الإجابة الصحيحة. هل أنتم تتفقون معهم أم لكم رأي آخر؟ يلا يا كنترول أعطنا النتيجة. وقول راح يصيرون الشباب 90 نقطة ولا يبقون 30؟ ال90 تلوق لهم وحلوة، وال60 هم قابلة للتعويض، وال90 تستاهلوها وعاشت ايديكم وعافية عليكم. 90 تقابلها 70 والفارق 20. الفارق 20 يا شباب، وجايتنا جولة حلوة يا سلام عليها. 200 نقطة بانتظار الشباب هنا، و200 نقطة بانتظار الشباب هنا، والمعادلات كلها قابلة تتغير. خلونا نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل السريع والقصير حتى نكمل جولتنا الأخيرة ونشوف من هو حامل اللقب لمسابقة معارف التراث بموسمها الثالث. فاصل مشاهدينا وبعد راجعين، وكنا شوق لمعرفة النتيجة وما بها من مفاجآت. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأحبة الكرام في كل مكان. نرجع وياكم بعد هذا الفاصل ونكمل ما تبقى من مسابقة معارف التراث، الحلقة الأخيرة والجولة الأخيرة، ويا رب نتمنى التوفيق لكلا الفريقين، ولكن لابد أن يكون أحدهما هو الأول حاصل اللقب والفريق الآخر سيكون بالمرتبة الثانية. حصدنا نقاط خلال الجولتين وكان آخرها 90 لجامعة الكوفة و70 لكلية الإمام الكاظم، وعدنا هسه 50 نقطة قيمة السؤال الواحد، نضربها في 4 يعني 200 نقطة لكل فريق، وهذه ال200 ممكن تغير معادلة اللعب وممكن تنطينا نتائج مختلفة. خلينا نشوف كلية الإمام الكاظم شلون راح يجاوبون على الأسئلة الخاصة بهم الأخيرة في هذه الجولة. نبلش ويا حسنين ونروح للسؤال الأول وياك. الشيخ عبد النبي بن سعد الدين الحائري المتوفى سنة 1021 للهجرة كان فاضلا مدققا جليلا، من آثاره المطبوعة المبسوط في النسب أم المبسوط في الإمامة أم المبسوط في الفقه؟ 20 ثانية معك فقط يا حسنين، وحاول أن تنطينا إجابة صحيحة وتقترب نحو اللقب إن شاء الله مع الإجابة الثالثة. المبسوط في الفقه. المبسوط في الفقه يا كنترول الإجابة الثالثة هي التي ذهب إليها حسنين، ويعتقد أنها الإجابة الصح. يلا يا كنترول قل لنا، المبسوط في الفقه فعلا هو الإجابة الصحيحة المطلوبة على هذا السؤال يا كنترول ولا لا؟ كنترول نشوف وياك الإجابة، وعسى أن تكون خضراء يا كنترول. يلا ننتظر، ولكن للأسف الإجابة خاطئة يا حسنين. الإجابة خاطئة يا حسنين. خليك مركز وخلوا أملنا كبير، وخلونا نكمل الحلقة بأجواء تفاعلية تنافسية عالية. علي نبدأ وياك ويا جامعة الكوفة إن شاء الله. سؤالكم يقول: الشيخ زين الدين بن علي الجباعي المعروف بالشهيد الثاني استشهد سنة 965 للهجرة ودفن في لبنان أم العراق أم سوريا؟ أين دفن؟ 20 ثانية علي. حقيقة استبعد العراق. حلوة؟ نعم. بعد تلحقها لبنان. تلحقها لبنان. لطيف. إن شاء الله سوريا. والله كأنك تلعب محيبس يا علي. يستبعد لبنان ويلحقها العراق ونروح إلى سوريا. يلا يا كنترول، هل هذه الإجابة التي توصل إليها علي بطريقته الخاصة صح أم خطأ يا كنترول؟ هل موجود الشيخ دفن قبره هل في سوريا؟ صح أم خطأ يا كنترول؟ ننتظر منك الإجابة، وعلي ينتظر وأنا أنتظر، والإجابة خطأ يا علي. يعني هو احنا نستبعد ونحلل الأسئلة غير بناء على معلومة؟ لبنان ما أدري بيها. يعني احنا لما ما ندري بيها مو معناتها نستبعدها. هواي أشياء ما ندري بيها، بس مو معناتها إنه احنا نقول خلاص ماكو، لا. يلا على العموم ممكن نعوض إن شاء الله. نروح لعلي. أبو حسين سؤالك يقول: له ترجمة إصلاح العمل لأستاذه السيد محمد المجاهد الحائري، أقام بكربلاء مدة طويلة للتحصيل وحضر فيها أيضا الأصول والفقه العاليين، هل هو السيد أبو القاسم الحسيني الطالقاني أم السيد أسد الله القسويني أم ميرزا إسماعيل الهمداني؟ من هؤلاء هو الإجابة الصحيحة التي ستضيف لرصيدكم 50 نقطة يا علي؟ ركز وانطينا الإجابة على كيفك. إن شاء الله مع الإجابة الأولى بكل هداوة. ها؟ الإجابة الأولى إن شاء الله. الإجابة الأولى السيد أبو القاسم الحسيني الطالقاني. يلا يا كنترول، الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة المتوقعة من قبل كلية الإمام الكاظم، من قبل علي، بالسؤال الفردي الأخير في هذه الحلقة. هل سيتوفق في هذه الإجابة أم لا يا كنترول؟ يعطينا الإجابة يا كنترول وخلنا نشوف. السيد أبو القاسم الحسيني الطلقاني، إن لم تسمع يا كنترول، هي الإجابة التي ذهب إليها علي. فهل هذه الإجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ أعطينا الإجابة الأولى من لطفك يا كنترول. الإجابة صح. عفي عليك يا علي. يزال الضغط. إحنا هنا يا شباب يصعد ضغط وينزل ضغط، لأن المعنويات هواي وضعها صعب وخطر. مرة الشباب هنا يصعد عندهم الضغط وينتظرون يا الله يا الله، وإذا تجي وياهم الإجابة صح ويقولون إيه ارتاحينا خلاص. ومرة هنا أبو حسين يستبعد نقاط ويجيب نقاط، وإذا تطلع وياه الإجابة خاطئة ويصعد الضغط وياه. ولذلك الوضع مو سهل، والإجابة الوصول إلها مو سهل. فخلونا حلوين يا شباب، خلونا مركزين وخلونا دقيقين، وخلنا نشوف ال120 إيش راح تصير، وخلنا نشوف ال90 شنو مصيرها. حسين مستعد؟ إن شاء الله مستعد. سؤالك هالمرة يا حسين يقول: ذكره السيد عبد الرحيم الحسيني اليزدي في كتابه كاشف الرموز ووصفه بقوله: سيد جليل نبيل عالم الأعلام معلم العلام مشيد الأحكام هادي الأنام البحر القمقام العليم الحكيم. فهو السيد أبو التراب الحسيني، السيد إبراهيم الحائري، السيد أحمد الكاشاني، من هو الذي وصف بهذا الوصف قبل السيد عبد الرحيم الحسيني اليزدي؟ 20 ثانية بقى من عندها. 8 7 6 5 4 3 2 1. السيد أحمد الكاشاني. حاولوا تسرعوا بالإجابة يا شباب. السيد أحمد الكاشاني هو الإجابة الصحيحة التي ذهب إليها حسين في إجابته. يلا يا كنترول، نروح مباشرة إلى الإجابة الأخيرة على هذا السؤال ونعتمدها كإجابة من قبل الفريق ومن قبل حسين تحديدا. فهل هذه الإجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ ننتظر منك معرفة الجواب. الإجابة خاطئة يا حسين للأسف. بقت 90 على ما هي عليه للأسف يا حسين. خلينا مركزين. ويا علي ولا صادق؟ صادق. ويا صادق. يلا يا صادق، سؤالك يقول: الشيخ الوحيد البهبهاني عالم ومرجع ديني، أسس المنهج الأصولي، ودفن وين؟ الصحن العلوي أم الصحن الحسيني أم الصحن الكاظمي؟ الشيخ الوحيد البهبهاني. الصحن الحسيني إن شاء الله. الصحن الحسيني إن شاء الله. زين، يعني نقطع الوقت خلاص. يعني هو أنا شاك بين الأول والثاني، هو الثاني يعني في كربلاء، بس الصحن الحسيني الثاني هذا هو. نقطع إن شاء الله. نقطع خلاص، طالما قلت في كربلاء إذا فقط الصحن الحسيني في كربلاء. إذا كنترول يقول أني شاك وخلص، لا بعد ما شاك أثبت على الصحن الحسيني. يلا يا كنترول، نريدك أن تبعد الشك وتعطينا ما هو يقين وتعطينا الإجابة الصحيحة يا كنترول. وإحنا بدينا نقترب من النهايات، بدينا نقترب من صاحب اللقب. من سيكون؟ انطينا الإجابة يا كنترول بكل برود وبكل هداوة، وأنت أكيد لا تحتاج أن توصى بذلك، فأنت كنترول. وقد تزعل إذا قلنا لا تملك مشاعر، ولكن هذا حال الكمبيوتر، يعني وإن كان هو المتحكم اليوم والمسيطر يعني، لكن هذا هو الحال عذرا. يلا يا كنترول، أنت المسيطر وأنت صاحب القرار، وإن كان إجابة صحيحة. حلوة. مؤلف كتاب الفوائد الحارية كان المرجع في كربلاء. نعم بلي. حلو 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 حلو، موفق يا صادق. إجابة حلوة صحيحة دقيقة. 120 نحط لها 50 صارت 170. ونرجع ويا ليث. ليث نعم، عندكم 100 نقطة وممكن تصيرون 190 إن شاء الله. كلش ممكن تصيرون 190. كل اللي عندهم هسه هم 170 وممكن ما يجاوبون على السؤال. كل شيء وارد، كل شيء وارد في هذه المسابقة. السؤال الأخير ما يتوافقون به ما يجاوبون خلاص، وممكن أنتم تجاوبون على السؤالين تصدرون إن شاء الله. يلا يا ليث، جاوب السؤال. سؤالك يقول: يعد من الكتب الرجالية المعتبرة اعتمده أهل التحقيق والتأليف لمؤلفه عبد الله أفندي المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري، هل هو العلماء روضات الجنات أم رياض العلماء أم رياض الفضلاء؟ إن شاء الله رياض العلماء. رياض العلماء. تثبت على الإجابة يا ليث إن شاء الله. عندك وقت يا ليث؟ ما يحتاج. ما تحتاج خلاص. أوكي، رياض العلماء إن شاء الله. بكل ثقة وبكل برود وبكل أريحية، رياض العلماء وقت ما احتاج خلاص. ها إيش قلنا؟ صح. إجابة صح. ما أدري، ما هي ثقتك يعني تكفي. إجابة صح، عفي عليك يا ليث. 140 تقابلها 170. عندنا شنو بعد؟ سؤال أخير. سؤال شباب، إذا جاوبتوا هنا خلاص نقول لكم مبروك، واحتمال حتى بعد ما نسألهم سؤال. إذا ما جاوبتوا تختلف القضية، تختلف. يلا يا كنترول، خلونا نروح إلى السؤال الخاص بكلية الإمام الكاظم الجامعة. للسيد الشريف المرتضى علم الهدى كتاب، وهو من أجزاء المسائل الموصليات الأولى. الموصليات الأولى يحمل عنوان: أبطال دليل الإسناد أم أبطال الغلو والتقصير أم أبطال القياس؟ تناقشوا واتخذوا من إجابة صادق جواباً صحيحاً شافياً نقيا يؤهلكم إلى المركز الأول إن شاء الله. الثاني إبطال الغلو والتقصير إن شاء الله. إبطال الغلو والتقصير بإذنه تعالى يا كنترول. نحن وصلنا وياك إلى الجواب الأخير وإحنا من حقك تشلع قلبنا. لا تأخرنا لا صعب ضغطنا هسه هنا إحنا راح نوقف متفرجين يا كنترول وهم متأملين ينتظرون الإجابة، وأنت المتحكم يا كنترول تقدر تقول إيه وخلاص نقولهم مبروك 5 مليون حلوة وتستحقوها، وممكن نقولهم لا انتظروا على هونكم يا شباب اكو بعد عدة سؤال يلحقكم سؤال آخر لو لا شو تقولون؟ ما نريد السؤال ده. إن شاء الله. يقول ما نريد السؤال الأخير يعني خلي يفوزون. إن شاء الله. حلوة حلوة المعنويات يا شباب وحلوة الأجواء اللي إحنا بيها. خلي نشوف الشاشة ويقول إبطال دليل الإسناد حمراء. يلا كنترول والله ندري بيها حمراء وأنا مستعد أنطيك حمراء يا كنترول وأعطينا الإجابة. يلا يا كنترول سهلها وخليها تسهل. سهلها وخليها تسهل. هل الإجابة صح ولا خطأ؟ يقول خطأ الإجابة. إبطال القياس هي الإجابة الصحيحة. 170 نقطة إن شاء الله خير. 170 نقطة 140 نقطة. جبتوا هذا السؤال نقول لكم مبروك يا شباب 5 مليون حلوة وتستحقوها. ما جاوبتوا نضطر نجيب سؤال مختلف إن شاء الله نجيب ونذهب إلى آلية مختلفة لم تتعرفوا عليها بعد. يلا يا كنترول وين سؤالهم الأخير للشباب؟ خلينا نشوف السؤال ويا رب يقدرون يجابون ونقول لهم مبروك لأن اثنينهم يستحقون الفوز. مصطلح يطلق على كل كتاب ديني غليظ الكتابة. شي يسموه؟ الزبير، الزمك، الزبور. يلا يا علي لا تروح زايد خلي جماعتك وياك وتناقشوا وانطونا الإجابة. شي يسموه؟ كل كتاب ديني غليظ الكتابة. شي يسموه يا حبايب؟ يلا الوقت خلص يا شباب. إن شاء الله زمك. يا هو الزمك؟ نعم. كنترول هذه الإجابة الأخيرة. نعتذر قبل شوية ما كانت الأخيرة. هذه هي الإجابة الأخيرة. وعلي على آخر لحظة قال ألزمك خلاص وهو ألزم نفسه بهذه الإجابة. هل يا ترى هذه الإجابة هي إجابة صحيحة؟ وخلاص بعد نختم ونقولهم مبروك 5 مليون ومبروك 3 مليون ونختم هذه الأجواء الرمضانية الحلوة. لو لا يا كنترول يلا نروح إلى الاختيار الثاني يا كنترول وليس الأول لطفاً. الاختيار الثاني هل هو اختيار صحيح ولا خطأ يا كنترول؟ أرجوك أن تجاوب يا كنترول ما عاد بينا ننتظر يا كنترول. الجائزة قريبة ولكن الحمد لله وشكرا الحديث بقية. للأسف الإجابة غير موفقة. الحمد لله وشكرا يا رب. كنترول يا كنترول احنا امام خيارين يا كنترول. اما ان نعتمد النقاط الاعلى وهي 170 مقابل 140 واما ان ناتي بآلية جديدة تقترحوها انتم وهي موجودة لديكم يا كنترول وانتم خير منصف في هذه الحلقة وفي هذه المسابقة عموما، فنرجو منكم الإجابة الصحيحة والوافية لكي نواصل. يلا يا كنترول ما إذن مبروك 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 يا شبابنا في كلية الإمام الكاظم. الله مبارك عليكم. يقول لي حسنين يقول لي مبارك، ما هي حلوتها بمبروك. ما أنا أعرفها مبارك بلغة عربية، بس مبروك حلوة، مبروك بلغتنا الشعبية حلوة، مبروك 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 ومبارك ومبارك ومبارك، يلا ولا يهونون أصحاب اللغة. إذن مبارك للفائز الأول معانا بهذه الجولة، كلية الإمام الكاظم حاصلة اللقب بهذه المسابقة، مسابقة معارف التراث. وأكيد جامعة الكوفة هي الأخرى التي وصلت إلى هذا المستوى، تستحق أن تكون بهذه المرتبة، المرتبة الثانية، ومبارك لهم الجائزة الثانية. إذن هذه هي ال3 مليون دينار عراقي، هذه هي الجائزة الثانية في هذه المسابقة، مسابقة معارف التراث. سولفنا هواي وجاوبنا هواي وعرفنا معلومات كثيرة وحلوة في هذه المسابقة، الكل تنافسوا حتى يوصلون الواحدة من هذه الجوائز، حتى يكونون في هذه اللحظة الحلوة الجميلة، يكونون في هذا الاستوديو في هذه الدقائق، يتبارون على المستوى الأول على المستوى الثاني. ولكن كان هذا الفوز من نصيب جامعة الكوفة، مبارك لحبايبنا في جامعة الكوفة، اجتهدتوا وكان نصيب اجتهادكم الفوز بالجائزة الثانية لهذه المسابقة، واللي قيمتها 3 مليون دينار عراقي. مبارك لكم يا شباب، مبارك هذا الفوز، شكرا لحضوركم وشكرا لهذه المشاركة المميزة ويانا في هذه المسابقة. والتتويج الأكبر لمن؟ التتويج الأكبر ثقيلة، 5 مليون دينار عراقي، 5 مليون دينار عراقي، الجائزة الأولى، الجائزة الأولى في هذه المسابقة. كانت حلم الجميع واليوم أصبحت من نصيب كلية الإمام الكاظم الجامعة. جدوا واجتهدوا وأجادوا في كل إجاباتهم، وأوصلتهم النقاط إلى أن يحصلوا على اللقب بأن يكونوا هم الفائز الأول في مسابقة معارف التراث بموسمها الثالث. فمبارك لكم يا شباب، 5 مليون دينار عراقي هي قيمة الجائزة الأولى لكم يا شباب. لا بأس بأن تقابلوهم بهذه الجائزة، حطوها قدامكم، خلي الكاميرا تأخذها وخلي نفرح سوا. 3 مليون دينار عراقي قيمة الجائزة الثانية، 5 مليون دينار عراقي قيمة الجائزة الأولى. كل الفرق كان حلمها أن تكون في هذه اللحظة موجودة، ولكن الكل كان يتمنى الخير للآخر، والكل إن شاء الله أخذ نصيبه من هذه المسابقة. فكل الأمنيات لكل من شارك معنا من فرق الجامعات العراقية المختلفة، ومبارك مرة أخرى لكلا الفريقين. إذن يا جمهورنا الأحبة الكرام، إلى هنا بهذا الجمال المعرفي وهذا الجمال، جمال الإجابات وجمال الختام وجمال الحضور لكلا الفريقين، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا وختام مسابقتنا في معارف التراث بموسمها الثالث. ونحن كلنا أمل أن نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقات قادمة في مواسم إن شاء الله جديدة. شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم لهذه الحلقات، وشكرا لحضراتكم. أخيرا وأولا نلتقيكم إن شاء الله في مواسم قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا منا جميعا أطيب التحايا، وإلى اللقاء. مبارك.